ناجي شوفي، الوضع خطير ليلى. خبرني مين هدول الرجال. أخذنا دين من زلمة كبير. وليش ما خبرتوني؟ كنت حليتها بشي طريقة. ما بدهم مصاري. لكن شو اللي بدهم إياه؟ عرفوا إنك عم تشتغلي عند كمال، وبدهم معلومات عن الأماكن يلي بيروحها. شلون هيك؟ أصلا من وين عرفوا بهالشي؟ وأنا شو بيعرفني ليلى؟ هالمرة ضايقوا المعلم كتير، أو حتى هددوه، يا إما بيجيب المعلومات يا إما شو؟ يا إما رح يقتلوه. هاد يلي قالوا له إياه بالحرف. شو لقيتي؟ ايه لقيته بغرفتها. هاد مو نفس تليفونها القديم؟ نفس النوع مبلا، بس غيره. الشاشة مكسورة من عند الزاوية. ممتاز، وأخيراً قدرتي تنجحي بشغلة. ما بدي حدا يعرف عن هذا التليفون أبداً. يلا روحي هلأ وساوي لي فنجان قهوة مرتب. خليني شوف شو رح تعملي هالمرة ريحان خانم. يعني معقول ما في طريقة تانية بابا؟ لا بنتي، مو قلتلك تطلعي من هذاك البيت؟ الشي اللي ما عم افهمه لهلأ هن شو بدهن منه؟ كمال شخص منيح واسمه كبير كمان، بس هو صاحب شركة كبيرة، ولهالسبب بيكون هدف لهيك ناس. ولهيك طول ما انت قريبة منه وقتها اكيد رح تنأذي من وراه. برأيك معقول ما يكون بدي سعادتك، او ما بدي اياكي تشتغلي الشيء اللي بتحبيه وتعيشي حياتك مبسوطة؟ اكيد بدك، بس الحياة خاينة. ولا تنسي نحن حرامية. شد حيلك بابا، لا تستسلم، بهدك انه لاقي حل. اهلا وسهلا. اهلا فيكي امير. أمي؟ أهلا وسهلا. بتعرف هالتليفون لمين؟ لقيته بالصالون. سألت الكل بس ما حدا بيعرف شي عنه. إذا بدك موبايلك ليكو. هاد لريحان. بيعرف القصة ما نسر. شو يلي عم بيصير؟ ما حد فهمت شي. بنتي دوختيني، فكري بحالي وانسيني، اكيد رح لاقي حل وانهي القصة كلها، وما رح اطلب مساعدة من حدا. شبك بابا، شو هذا اللي عم تقوله؟ من امتى نحن منترك بعض بهيك مشاكل؟ خليني روح هلا واحكي مع كمال بيك، واكيد هو رح يلاقي لنا حل. مستحيل،
اصحك، هالناس ما عندها مزح وما فيك تعملي هيك شي من وراهم. إذا عرفوا بهالشي رح يحاسبونا عليه. لكن شو رح نعمل؟ هالمعلومات لازم تكون مع هدول الناس بدون ما يعرف كمال أبدا، ما في حل تاني غيره. كيف يعني؟ بدك يعني يروحوا اسرقوا؟ بعرف انه لسه في ايام صعبة عم تستناني، بس انا مضطرة اتحمل. ما لازم انسى ابدا ليش وافقت على هالزواج، وانا بالحقيقة ما عم بقدر اتحمل ضل معه دقيقة واحدة تحت سقف واحد. في موضوع ضروري لازم أحكي فيه معك. جاية حتى تعترفي ومستنية إني أسمعك. على القليلة خليني أشرح لك ليش عم تعمل هيك. أصحك تفتحي تمك، أصحك. أنا بترجاك اسمعني هالمرة كرمال زينة. لو سمحت اسمعني، الموضوع عندي كثير شغل. مهم. ماني فاضي. بس هالموضوع مهم كثير. راح يا ربي ما بقي معي وقت، شو بدي اعمل هلا؟ ماني عارفانة شو بدي أعمل من ناحية أبي ومن ناحية أبوه. لما سال بس كمان هاد أبي هو يلي رباني وتعب علي كتير. يا ربي شو بدي أعمل هلأ؟ شو بدي أعمل؟ شو بك زينب؟ ليش ما عم تاكلي؟ لا تضايقي حالك، تمام؟ كل مشكلة وفي إلى حل وثقي فيني. Thank you.
ألو؟ ما سمعت صوتك يا حلوة، قلت بتصل. لسه عم حاول دبره. قلت خليني ذكرك، بقيان ساعتين. خير صاير شي؟ لا. يلا كملي أكلك وبرجع بعد شوي باخدهم، تمام؟ تعالي لأشوف حبيبتي. هوب. ايه خبريني لأشوف سنفورتي، كيف كان يومك بالمدرسة؟ أكلتي شي؟ لا عم بستناكي. شو هاد؟ لابتوب. بعرف، بس شو صار بلابتوبي؟ الشركة بالعادة بتعطي لابتوب للموظفين يلي بيشتغلوا نفس شغلك، ولأنك مالك هون استلمته بدالك. صار لي يومين بالشركة، معقول بتعطوا لابتوب للمبتدئين كمان؟ عادي، أساساً هذا شغلك، ولهيك لازم يكون معك كمبيوتر منيح. فهمت، شكراً لإلك. هالمعلومات لازم تكون مع هدول الناس بدون ما يعرف كمال أبداً. مانو موجود، معقول يكون راح على الشركة؟ ما عم بيرد. بقيان ساعة واحدة، شو بدي أعمل بحالي هلأ؟ بترجاك ساعدني يا رب وطلعني من هاي المصيبة. ما صفي عندي حل تاني أبدا. ريحان؟ خير شو صاير؟ لا مو صاير شي، بس عندي شغل ضروري برا. معلش تديري بالك عزينب لبينما أرجع لهون. ايه طبعا، بس انتي منيحة، باين عليكي متوترة. لا تخافي، زينب أماني عندك، رح جيب غراضي واطلع. تمام، ما تاكلي هم، انتبهي على حالك. زينب، زينب أنا سونا، فيكي تطلعي حبيبتي؟ خير شبك؟ شو خايفة من شي؟ تعالي لعندي خليني عانقك.
خلص بترجعكي ما تبكي. شو ما صار ما رح نتخلى عنك. يلا مسحي دموعك عادي واحكي لي شو اللي صار. يا ريت ما ماتت امي، يا ريت كان فيني عانها مثل ما عانتك. زينة اهدي وما تقولي هيك. كل شخص بهاي الدنيا بيفقد شي غالي عليه. أحياناً منزعل على الشي اللي فقدناه، وأحياناً على شغلات ما كانت إلنا. صح منحس بالوحدة وبالنقص وبقلة الحيلة، بس كمان دائماً رح يكون في شخص يوقف جنبنا. صدقيني مو كل الناس بهاي الدنيا سيئين زينة. أمك ماتت هلأ الله يرحمها، بس أنتي صرتي أماني عنا، عندي أنا وعند ريحان كمان. صح ما رح نكون مثل أمك، بس رح نحطك بعيوننا صدقيني. فينا نحكي شوي إذا كنت فاضي؟ تفضلي. أنا تعبت كتير. هالشي طبيعي، عم تشتغلي شغلتين، فيكي تاخدي إجازة. بصراحة مو هيك قصدي، كل شي صار معي بآخر فترة تعب لي نفسيتي كتير، ومحتاجة ارتاح شوي لأقدر وقف على رجلي. لهيك حابة أطلع عطلة لكم يوم. لحالك؟ إيه. إذا أكثر من 4 أيام خبريني لدور على مربية مؤقتة. بالمناسبة اسمح لي رجعها. قلت لك الشركة بتعطي لكل موظف بيشتغل بالمعلوماتية. بعرف بعرف، بس بجوز حدا يحتاجه بغيابي. انتي رايحة اجازة لكم يوم، بس ترجعي رح تحتاجيه خدي. ما رح ارجع. ما سال رح تشتاق لك. وأنا كمان رح اشتاق له. شو قصتها؟ عم تتصرف بغرابة كتير اليوم. شو هالقصة؟ هاد اللابتوب مو موجود غير مع رئيس قسم المعلوماتية، هو راح واشتراه كرمالي أنا. هو عم يهتم فيني وكتير كمان، أكيد ما فيني خون هيك زلمة وفوق أبوها لما زال. معقول سويت معه شي زعل مني؟
ليكون مشان اللابتوب؟ لا مستحيل، اصلا انا قلت له هو لمصلحة الشغل. رح جيب لك شي لتاكلي، خليكي قاعدة هون بلا صوت لأرجع. تمام؟ البنت حتى عنا بالبيت جوعانة، شو هالقصة يا؟ ما في حدا بالبيت؟ ليش فتحتي لي؟ كنت رايحة على المطبخ، يمكن الباقي مشغولي. بصراحة اجيت لحتى اشوف امير. اخي مانو بالبيت، طلع وما بعرف لوين راح. تمام، قلت لحالي بيجي لعنده وبنحكي شوي بالشغل. انسي، انبسطت كتير اني شفتك. انتي منيحة؟ ايه الحمد لله منيحة. حلو، اجا الربيع والجو حلو، رح اجي اخدك ونطلع نشم هوا، شو رأيك؟ حبيت الفكرة. طيب بأقرب فرصة منظبط وقت ومنطلع. عن اذنك. مع السلامة. سلام. تذكر عيد ميلاد جيمري؟ وقت مسكت ايد ريحان وتحديت الكل هنيك؟ وقتها كان لازم اعمل هيك. ايه مزبوط، ما كان فيها تدافع عن حالها، وانت وقتها تدخلت ودافعت عنها كرمال ما ينكسر قلبها، لانك كنت بتهتم لريحان، وبرأيي لساتك مهتم فيها لهلأ. صدقني شكوكك هي ما لها داعي بنوب، وقال لي ليش لساتك مهتم فيها؟ أنا بعرف، وحتى أنت بتعرف كمان. تنفسي. النبض، ما في نبض. لا توقفي، اطلبي الإسعاف. الإسعاف؟ يلا ريحان، يلا يلا ريحان، تنفسي. اللي هي عايشة؟ رح تعيش. تنفسي. يلا ريحان، ردي علي. تمام. طلعيهم. نفسي. لا تخافي. مشي الحال.
جاهز؟ جاهز. قلتي ما فيك تدبري، بس تدبر. برافو عليكي. تعالي على نفس الجنينة واستني. هو بيوثق فيني، ما بقدر. سامحني بابا، بس لازم أفكر شوي. لسه ما لقيت حل، بس متأكدة عن قريب رح لاقي. رد على التليفون بابا، يلا رد بقى. على القليلة فينا نروح على الشرطة ونشتكي عليهم. أساساً ما غلطنا بشي، على القليلة هالمرة بس. المسكين نايم. أمي لا تفيقي. شو عم تحكي نيجار؟ ليش لينام بهالوقت؟ سفر، قوم ابني، قوم سفر. أمي اتركي، عم قلك تعبان. هو كان عم يشتغل على تاكسي بالليل. ولك هذا الولد قالب على نصه من الشغل وصاير نحيف. قولي لي لشوف، كل هالشي مشان بيت؟ طيب وين المشكلة أمي؟ يعني إذا تعب لحتى يشتري بيت مشكلة؟ لسه العمر قدامكن، على شو مستعجلين بقى؟ رح طالع المستأجر من بيتي وبتسكنوا بداله. شو دخل هالقصة أمي؟ نحنا عم نفكر بمستقبلنا، وبعدين لا تنسي بيتك أبو كله رطوبة. يعني ما عجبك بيتي لأنه أبو؟ لا، فهمتيني غلط أمي، أنت عايشة من وراه. ايه يعني لهيك. بعدين إذا صار عنا بيت وين المشكلة؟ أمي شو عم تعملي بغرفة نومنا؟ أولاد سفر؟ يلا قوم غسل وشك وصحصح فوراً وارجع لعقلك. إذا عندك ذرة عقل هلأ راحت من ورا الشغل. شو نمت بالمطبخ؟ لازم رد ضروري على التليفون. إيه قل لي أخي. إيه ألو؟ إيه قل لي أخي. لسه بقيان شوي أخي. أنا تذكرك إنه بكرة هو آخر يوم إلك. إيه مزبوط، متذكر. منيح، فرحتني. بس إذا المبلغ ما كان معي بكرة، أنت بتعرف شو راح يصير فيك، مو هيك؟ بعرف أخي، وقت كنت عندك خبرتني. إيه. بنتي، المرأة هي بتخلي الزلمة زلمة وهي بتدمره. أنا مالي ملاقية ابني بالشارع. يعني كأنه راح يسجل البيت باسمي؟ بالنهاية هذا البيت رح يكون إله، ورح يكون لكبرتنا كمان. وين هي لهلا؟ جيت اخذ الامانه. ليش مين انت؟ فيل ما بعتتني اما لزينب، اعطيني المصاري.
استنى شوي. بعتذر لما يستلم المصاري؟ ايه بركي كنتي مخبرة الشرطة، يعني احتمال، معي حق؟ يعني اعطيه المصاري لإله؟ بالضبط. ليكي خدي المصاري بس لا عاد تتصلي فيني او بزينب بعد هلا. تعرفي تفاوضي. حلو كتير. انت هلأ عملتي غلطة حياتك يا بنت الضيعة. ناجي شو عم تعمل هون؟ ليلى ليلى أخذوا المعلم وما قدرت تساوي شي، كانوا مسلحين. واقف شوي، شو عم تقول ناجي؟ مين هنن وليش لا ياخدوا؟ لازم نوصل لهي الملفات ليلى، وإلا رح يصير شي للمعلم. هدول عم يبتزونا وأنا ما رح أسمح لهم بهالشي أبدا، خلينا نروح على الشرطة. استني ليلى، لازم الملفات تكون معهم بكرة، وإذا ما قدرتي أو خبرت الشرطة ما عاد تشوفي أبوكي. ليلى هدول ما معهم مزح، برأيي انسي كمال وفكري بأبوكي. تمام تمام ناجي، أنا بحلها أنا بحلها أنا بحلها. ايه معلم اقتنعت ليلى. انت متأكد؟ حلال عليك ابني، برافو. بس يا معلم اذا عرفت ما حتطلع علينا. ما رح تعرف، رح اكون بعيد عن العين اساسا، لهيك هلا اصحكت الا. اكيد لا لا تقلق. بجوز يعذبك ضميرك وتقول له انه كذبنا عليها. لا معلم مستحيل الا. ليلى بعدت عنا كثير، وبصراحه ما في قدامنا غير هالطريقه لنرجعها لبيتها. بالضبط. معقولة هي؟ لما ما رديت عليها اتصلت من رقم تاني. ألو نعم. ايه شوفي. قديش يعني مبلغ كبير؟ ايه عندي علم، وبتشكرك لأنك خبرتني.
شو اللي عم بتساوي هلا؟ شو بدك بكل هالمبلغ؟ ألو؟ قديش طلعتوا ناس ما عندكم أخلاق؟ لو لمست شعرة واحدة من أبي صدقني. إذا كان بدك تشوفي أبوكي بتنفذي اللي رح أقوله. اسمعني منيح، أنت فهمان غلط. أنا مجرد موظفة جديدة بالشركة وما فيني أوصل للملفات اللي بدك ياها. برأيي هالشي ما نو صعب عليكي أبداً. إذا هذا الملف ما كان بإيدي بكرة المساء وقت أبوكي رح يموت، بس صدقيني بالأول رح خليه يتوجع كتير. تمام، رح حاول أعمل كل شي بيطلع بإيدي، بس بترجاك لا تعمل شي لأبي ولا تحاول تلمسه. لك انت شو عم بتساوي؟ التليفون والمصاري وكل شيء، لشو كل هدول؟ مينها؟